ما أهمية القوانين التي من المفترض أن تقر بعد الموازنة، منها قانون العفو العام وإعادة النازحين لديارهم؟ ما هي إمكانية ذلك؟ هل من معوقات قد تؤجل إقرارها؟ السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. لا يمكن أن تعمل الدولة ولا يمكن أن تطبق الكثير من القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية دون وجود غطاء قانوني، وهذا الغطاء القانوني يتمثل بالقوانين التي تقر من قبل مجلس النواب. فيما يتعلق بالحالة العراقية والمشاكل التي يعاني منها العراق ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب على التنظيم الإرهابي، لدينا الكثير من القضايا التي تخص الاستقرار المجتمعي والأمن المجتمعي، والذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن الوطني للدولة، بالإضافة إلى انعكاسه على التنمية وعلى الاستقرار الاقتصادي. وهذه القوانين المهمة هي من أبرزها كما تفضلت قانون العفو العام. نعلم جيدا أنه القضايا الحقوقية بلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة فيها إلى مراحل متقدمة وفقا لمؤشرات دولية وفقا للأدلة الموجودة على الأرض العراقية، وتوزعت هذه الانتهاكات الجسيمة في ظل نظام يفترض أن يكون نظام ديمقراطي ونظام يفترض أن يسود فيه القانون. قضية العفو العام أو المدانين وفقا لإجراءات قضائية كانت في فترة سابقة، أنا أعتقد بأنها قضية مهمة جدا، باعتبار أنه الكثير من هذه الحالات هي كانت ضمن سياسات معينة انتهجتها الحكومات السابقة تجاه بعض المحافظات العراقية، ومن أبرزها المحافظات التي تعرضت إلى العدوان والاحتلال من قبل تنظيم داعش الإرهابي. ربما عشرات الآلاف من ذوي المغيبين أو ذوي المعتقلين والمدانين بطريقة غير قانونية، كأن تكون قضية المخبر السري، هم ينتظرون العدالة وينتظرون الإنصاف وينتظرون إعادة التحقيق، وليس فقط إعادة المحاكمة. الإجراءات التحقيقية هي ما يجب أن ينصب عليها الاتجاه والتركيز فيما يتعلق بقانون العفو العام أو الإنصاف الضحايا، وهذه ليست مطلب، لا يمثل مطلب داخلي عراقي، بل يمثل مطلبا أمميا بناء على قرار مجلس الأمن 2576 الفترة المقبلة ربما دكتور محمد واضح بإصلاح قطاع الأمن. الفترة المقبلة القصيرة ربما ستبين مدى جدية الحكومة في تطبيق هكذا قرارات. لو انتقلنا إلى الشأن الإقليمي، ما أهمية مذكرات التفاهم التي عقدها العراق مع مصر، خاصة أن هناك بنودا كما قال رئيس الوزراء تم تضمينها أصلا في الموازنة؟ العلاقات الخارجية العراقية أعتقد بأنها في تحسن مستمر، وهو يعني استمرارا لما قامت به الحكومة السابقة. نلاحظ أنه على صعيد السياسة الخارجية حكومة السيد السوداني هي مستمرة في استكمال ما تأسس له في الدورة السابقة، وهذا يمثل نجاح على مستوى السياسة الخارجية أولا في الأبعاد الاقتصادية وحتى في الأبعاد الاستراتيجية، مع الانفتاح على العمق العربي وعلى دول مؤثرة ومركزية في المنطقة. الإقليم أو المنطقة بشكل عام هي لديها ركيزة ولديها أهداف استراتيجية، دول مؤثرة والمهمة لديها خطط استراتيجية بحدود العام 2030، ومن أبرز هذه الدول هي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وسبق العراق أن بنى شراكات تعاون اقتصادي. أنا أعتقد بأنه الجمود الذي رافق العلاقة ما بين العراق ومحيطه العربي خلال 20 عاما، بدأ هذا الجمود يعني يذوب من خلال التعاون الاقتصادي ومن خلال يعني إطار التعاون بشكل عام. يجب أن تنتهي مرحلة العلاقات التصارعية، النمط الصراعي لم يجلب إلى العراق أو إلى المنطقة إلا الدمار والخراب والتراجع بشكل كبير. الآن التوجه العام نحو السياقات التعاونية، وأعتقد بأنه دور العراق مهم جدا، مركزية الدور العراقي جغرافيا اقتصاديا وحتى استراتيجيا تدفع صانع القرار أو تلزم صانع القرار بالانفتاح على هذا المحيط واستكمال شبكة العلاقات بما ينصب على المصلحة الوطنية العراقية. وفيما يتعلق بقضايا الاستثمار، أنا أعتقد بأنه مصر قد قدمت يعني حققت تقدما في كثير من المجالات على مستوى القطاع الخاص، وهو أحد البنود المهمة في إطار التعاون الثلاثي. بالتالي أعتقد بأنه هذه الزيارات المستمرة هي من أجل ترجمة ما اتفق عليه إلى أرض الواقع، خصوصا بعد إقرار الموازنة
خلال الأيام القليلة الماضية، وهي كانت حاضرة ربما في لقاء السوداني مع القيادات المصرية، أقصد موضوع الموازنة. كيف يمكن أن يستفيد الطرفان من إقرار موازنة لمدة 3 سنوات؟ هذه قد تخلق استقرارا اقتصاديا استاذ محمد فيما يتعلق بالمشاريع وتنمية المشاريع في العراق. هذا الاستقرار اعتقد بانه يحرر الحكومة جزئيا من التأثيرات الداخلية والدينامية السياسية العراقية خلال يعني موسم اقرار الموازنة من كل عام. نعتقد بانه هذا التوجه وعمل الحكومة وترجمة أهدافها ومنهاجها الوزاري على أرض الواقع بعد إقرار الموازنة سيؤسس إلى استقرار في العراق. هذا الاستقرار هو الذي سيجلب الاستثمارات الخارجية، لكن هذه المسألة هي مسألة مشروطة بعنصر مهم جدا ويعني تحدي كبير جدا، هي قدرة رئيس الوزراء والكابينة الحكومية على مكافحة الفساد ووضع أدوات فعالة لمحاربة الفساد، أولا لطمأنة الرأي العام العراقي والمواطن العراقي بعدم هدر الأموال، وأيضا لطمأنة المستثمر الأجنبي بتوفير بيئة آمنة ومناخ استثماري قابل للعمل داخل العراق بعد يعني حالة الانكسارات الأمنية وحالة الخروج عن القانون. أنا أعتقد بأنه المسؤولية الحكومية هي التي يعني بالدرجة الأساس لخدمة المصلحة الوطنية العراقية عبر يعني الالتزام بسيادة القانون ومحاربة الفساد. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي على كل هذه المعلومات.